ما هي حقوق المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في فرنسا؟ يطلق مصطلح سون بابيي أو بلا أوراق على المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة تمكنهم من البقاء بشكل قانوني على الأراضي الفرنسية. إذا كنتم من هذه الفئة، بإمكانكم الحصول على خدمات أساسية منها الرعاية الصحية وأماكن السكن الطارئة. للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، يمكنكم التوجه إلى قسم باس المتواجد في غالبية المستشفيات الحكومية، حيث تحصلون على رعاية طبية مجانية، ويمكن تزويدكم بالأدوية إذا لزم الأمر. يمكنكم أيضاً الاستفادة من خدمات المنظمات الطبية غير الحكومية، مثل أطباء العالم وأطباء بلا حدود. يمكنكم العثور على عناوين مراكز المنظمات عبر الإنترنت. في الحالات الطارئة، عليكم الاتصال بخدمة الطوارئ الطبية على الرقم 15، أو التوجه مباشرة إلى قسم الطوارئ في المستشفى الأقرب لمكان تواجدكم. للاستفادة من خدمات السكن، يمكنكم الاتصال على مدار الساعة على الرقم المجاني 115، لكن يجب التنويه إلى أن مدة انتظار الاتصال قد تطول إلى أكثر من ساعتين. يكون المسكن عبر هذه الخدمة لفترة مؤقتة، أي لليلة واحدة أو أكثر بحسب وضعكم. للحصول على الطعام المجاني، تنظم الجمعيات عمليات توزيع المواد الغذائية في المدن الكبرى، لا سيما باريس ومرسيليا وليون. لمعرفة الأماكن والمواعيد، بإمكانكم مراجعة دليل واتيزات عبر الإنترنت. كما يمكنكم الاستفادة من دورات المياه وأماكن الاستحمام العامة بشكل مجاني ودون الحاجة إلى تقديم أي أوراق. يتعين عليكم فقط إحضار منتجات النظافة الخاصة بكم.